الروائي عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام واصحابنا في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره اصحاب يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الرابع من العباقره اصحاب، مين يا ترى اللي هيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي هيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو صاحب المثالي؟ العباقرة أصحاب بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، الداعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة جمعوا 5275 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا النقط لكام. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الثانية واللي بتضم فريق جود في صدارة المجموعة، في المركز الثاني فريق الصحبجية، وهما الاثنين اتأهلوا لدور الثمانية، في المركز الثالث فريق البصمة، وفي المركز الرابع فريق فالنسيا. أول فريق مشرفنا في الاستوديو للأسف الشديد ودعوا البطولة، ولكن أكيد عايزين يرجعوا بثلاث نقاط. نرحب كلنا بفريق البصمة. النهارده ان شاء الله مستعدين ومركزين ان احنا نقدر نجمع اكبر عدد من النقاط عشان نساعد البنك الاهلي المصري في الخدمات المجتمعيه اللي هو بيقدم. النهارده فريقي معتمد عليا في تحت الضغط، وان شاء الله اقدر اجاوب على عدد كبير من الاسئله واكون سبب في فوز فريقي النهارده. عليا مسؤوليه كبيره النهارده، جمعت معلومات في مجالات كتيره، وان شاء الله اكون اضافه جديده للفريق ونكسب النهارده. الحمد لله ربنا كرمني وقدرت احصل على لقب افضل لاعب الماتش اللي فات، وان شاء الله اكون محافظ على تركيزي ومستوايا واحصل على لقب افضل لاعب في ماتش النهارده. فريق البصمة الحمد لله على السلامة. مبدئيا شكلكم شيك، عجبني لبسكم، ولكن زعلان عشان ودعتوا البطولة. جهاد اكيد انت كمان زعلانة. طبعا فخورة ان احنا شاركنا، على الاقل ان احنا كسبنا معلومات اكتر. مفيش حد اصلا بيطلع خسران، يعني كفاية ان احنا تعرفنا على ناس جديدة. ودي اول مشاركة ليكي، انضميتي للعيلة واكتسبتي خبرة. استاذ جميل جدا بصراحة. وبعد كده لما تشاركي تاني باذن الله هتبقي فاهمة. أيوة تستعد ازاي وقد ايه الموضوع مش سهل. لا طبعا سهل خالص، عشان الجمهور والساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا بيتخيلوا ان الموضوع سهل. دايما اقول لهم هو سهل وانتوا قاعدين على الكنبه، ولكن هو صعب وانتوا قاعدين على كرسي العباقره. رهبه الاستوديو والمكان والكاميرات، الجو مرعب 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 مره واحده. حقيقي يعني. تمام. احمد سيد ازاي؟ الحمد لله. ازيك؟ كله كويس؟ خير الحمد لله. انبسطت في الموسم ده؟ جدا بصراحه، وتجربه كويسه، وان شاء الله يعني مش اخر مره. اول تجربه ليك يا باشمهندس، انت مجالك الارتفيشال انتليجنس. بالظبط. ده مجال مهم جدا، ربنا يوفقك. امين يا رب. زهراء ازيك يا زهراء؟ الحمد لله تمام. ايه رايك؟ حاسه بايه؟ متوتره شويه النهارده. ليه متوتره من ايه؟ خلاص خلص الموضوع، بس اي ماتش ليه بيكون لي رهبه برضو يعني. ولكن خلاص النهارده بقى بالذات مفيش أي رهبة، أنتوا النهاردة جايين تنبسطوا. خلاص ده آخر مباراة ليكوا في الموسم ده، نضحك شوية ونهزر شوية وناخد الريسك. عدنان ازيك يا عدنان؟ الحمد لله يا دكتور. أفضل لاعب الماتش اللي فات بالرغم من توديع البطولة، جبت كام نقطة؟ 85. 85 نقطة، برافو عليك. في رأيك ليه ودعتوا البطولة؟ أعتقد عشان خاطر الفريق، يعني كان معظمه جديد بيفتقد للخبرة، إن هو يقدر يخمن المعلومة، طبعاً السرعة إن هو يخطف، إزاي يخطف البازر وإزاي إن هو يقدر يجاوب، دي كانت يعني أكبر مشكلة بتواجهنا. بص هي دي الخبرة بقى. دي طبعاً الفكرة. من هنا بنكتسب خبرة وبنقول لا إحنا خلاص فهمنا. هتفضل الرهبة موجودة. طبعاً. ولكن هتقل أكيد كتير. طبعاً. فريق البصمة نورتونا. في الموسم الرابع للعباقرة أصحاب، وهنشوفكم تاني بإذن الله. نحيي كلها فريق البصمة. أما الفريق التاني واللي مشرفنا في الاستوديو، هم كمان ودعوا البطولة، النهاردة جايين يستمتعوا في هدوء. نلعب كلها فريق فالنسيا.
ايا كانت النتائج فانا مبسوطه ان انا شاركت وانضميت لعيله العباقره، واتمنى انا والتيم بتاعي نحقق ماتش كويس النهارده ونعمل سكور حلو. الوقت فخور انه جزء من لعيله العباقره، سعيد جدا بالمشاركه في الموسم ده مع فريق جديد، واتمنى النهارده ان احنا نحقق اول فوز لينا في المجموعه. الماتش اللي فات شفنا اخطاء كتيره جدا وحاولنا ان احنا نشتغل عليها، والنهارده احنا جايين مركزين ومستعدين اكتر وان شاء الله نحسم الماتش. النهارده ماتش صعب خصوصا بعد ما خسرنا اول ماتشين، والنهارده في الماتش الثالث انا كمان نازل تحت الضغط، فعليا مسؤوليه كبيره شويه، ان شاء الله اكون قدها. فريق فالنسيا الحمد لله على السلامه. ندى، اخر مباراه في الموسم، احساسك ايه؟ والله مبسوطه اني شاركت، دي اهم حاجه طبعا. مبسوطه ان انا خدت التجربه، ربنا يكرم ان شاء الله واشارك تاني ويكون المستوى اتحسن كتير مع عنصر الخبره. اكيد التلات ماتشات فرقوا معايا. اكيد هلباوي، كنت متوقع انك تودع البطوله؟ والله كل احتمال كانت ممكنه، يعني هي كانت الفرصه 50-50، مجموعه صعبه، معنا فريقين مليانين ناس خبره، واحنا كمان يعني احنا قدمنا مستويات قويه في الماتشات، وكانت دايما بتيجي عند ضربات الجزاء تفرق ضربات الجزاء تطير. الماتش الاولاني فضل برضه الفرق هو فرق ضربات الجزاء، الماتش التاني هشام كان موفق قوي الصراحه، ف يعني احنا لحد عجله الحظ بنبقى الماتشات متوازيه او الماتشات المتساويه يعني، فما فيش فرق زي ما انت قلت، برضه في عامل الخبره فرق، في خبره بجانب ان الفريق كله اول مره يشاركوا، وانا يعني سعيد ان انا ساعدتهم في التجربه دي. طبعا برافو عليك. وبالنسبه لي يعني مثلا اسلام بسمه وفي مسير المشطشط معرفش ليه عنده امتحان، انا بالنسبه لي دول بذره جديده لجامعه كونت سويس، فتجربه كمجمل لا يعني الصراحه رغم ان هي تعتبر كنتيجه افشل مشاركه ليا، ولكن هي بالنسبه لي احسن مشاركه من حيث الاستمتاع. هايل جميل جدا. بسمه زي حضرتك؟ انا كويس. طم طلالم طم صح ولا هي اسمها ايه؟ ايوه قولي لي اسمها ايه؟ تيريلي. لا يعني فين التعلق؟ ولا ده بس قبل التصوير؟ قبل التصوير، وقت التصوير خلاص اختفت. اه. انبسطتي بالمشاركه؟ جدا. الحمد لله. كانت رائعه صراحه من كل النواحي يعني. واجمل حاجه ان انتوا انضميتوا للعيله. اسمكم بقى من ضمن اكتر من 8000 مشارك. واو. على مدار 9 سنين أكتر من 1000 حلقة، فبقت عيلة ما شاء الله عمالة تكبر وتكبر. تمام. إسلام قول لي بقى إحساسك إيه في آخر مباراة ليك في الموسم ده؟ والله أنا زعلان أكيد إن إحنا ودعنا البطولة، وكان نفسي نكمل، بس في نفس الوقت يعني حاسس إن الضغوطات اتشالت من عليا شوية. ف بالظبط كده، النهاردة مفيش ضغوط، فيعني استمتع بقى إن شاء الله. ولكن دكتور إسلام ما تنساش الاستوديو دايما مفتوح ليكم، في اي وقت تقدر تيجي كده ان شاء الله. اتفقنا؟ اتفقنا. فريق فالنسيا بتمنى لكم كل التوفيق. اخر مباراه في دوري المجموعات في المجموعه الثانيه، والعباقره اصحاب في الموسم الرابع، 6 فقرات، العلم المعرفه الفنون تحت الضغط ضربات الجزاء وعجله الحظ. واول حاجه نبتدي بيها سؤال للسرعه. سؤال السرعه. والسؤال هو: ما هي أول مدينة سعودية تم اختيارها كعاصمة للثقافة الإسلامية عام 2005؟ أحمد إجابتك؟ الرياض. الرياض؟ إجابة خاطئة طبعاً. اختارها وزراء ثقافة الدول الإسلامية في مؤتمر بالجزائر في 2004. زهراء؟ جدة؟ بذمتكم الرياض وجدة إزاي؟ يعني لو حد قال المدينة يعني هعديها، ولكن جدة والرياض ما خدتش بالي من الإسلامية دي. زهراء إجابة خاطئة. طب سؤال تاني. مكة؟ مكة المكرمة طبعا طبعا، لأن فيها أدب الرحلات وفيها الكعبة. طيب بما أن أنتوا الاتنين غلط، وبما أنك يا هلباوي أكتر واحد عنده خبرة، نبدأ؟ لا أخلي البصمة يبتدوا الأول. على اليمين الأول، هي دايما كده. البصمة هتبتدوا الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. فقرة العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب وعلوم. البصمة إمتى الجوكر يا جهاد؟ علوم إن شاء الله. تمام، جغرافيا. والسؤال: يقع نهر جندكي بالهند ودولة أسيوية أخرى، فما هي؟ طول النهر حوالي 800 كيلومتر،
مساحة حوض النهر حوالي 46,000 كيلومتر مربع. أحد روافد نهر الجانج. برافو عليك يا جاد. هما بقى هيقعدوا يتناقشوا في الآخر مش هيجاوبوا. جهاد بعد 19 ثانية أجابتك. اليابان؟ اليابان على حدود الهند؟ صعب جدا. إجابة خاطئة. الباوي؟ اسمه حسو رايح الناحية اللي هي شرق الهند فهقول نيبال. نيبال. جابتنا النيبال بس هي سمعتها اليابان. كنت تدوس انتو. كنت عنده إجابة. نيبال طبعا. أحمد الباوي إجابة صحيحة. سؤال الجغرافيا طار من فريق البصمة. فالنسيا عندكم سؤال في الجغرافيا. شكرا إن شاء الله. دوس على البازر. جغرافيا والسؤال. في أي دولة أوروبية يقع جبل كريفان؟ ارتفاعه حوالي 2500 متر. بيعتبر رمز وطني للدولة. وتم وضع صورته على عملة اليورو. فئة 1 و2 و5 سنت. قال الباوي إجابتك. يورو؟ لا لا بره الصندوق. ما انا هو الاسم انا حاسه بلقاني، فالبلد اللي انا عارفه بلقان يورو هي لسه كانت كرواتيا. قول كرواتيا. كرواتيا اجابه خاطئه. 20 نقطه. جهاد. ارمينيا. ارمينيا اجابه خاطئه. دوله غير ساحليه في وسط اوروبا. النمسا، سلوفاكيا، الجبل الاسود، التشيك. مفروض نستبعد. أنا. هنستبعد ايه؟ انا مستبعد النمسا اللي اسم مش الماني والجبل الاسود عشان ساحليه وحضرتك قلت في حبيسه في وسط اوروبا. فهي كده بين التشيك وسلوفاكيا. موافق. تمام. وهم كانوا دوله واحده. وانا قلت وانا تشيكوسلوفاكيا. وانا كمان قلت حاسس الاسم بلقاني. انا عشان بره الصندوق نو ريسك نو فن هقول سلوفاكيا. سلوفاكيا ب 20 نقطه اجابه صحيحه. بحب تفكيرك يا الباوي. برافو عليك. 20 نقطة نتيجة 30. فالنسيا البصمة سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤالهم. من أي ميناء تحركت الحملة الفرنسية لغزو مصر عام 1798؟ أنا بقول ميناء من فرنسا. مستعجلة ليه؟ مش عارف. اتحركوا فيه 19 مايو. اسطول مكون من حوالي 32 ألف جندي وأكثر من 400 سفينة صغيرة وأربع بوارج. ميناء طولون. ميناء طولون. إجابة صحيحة. بص يا جهاد صح ولكن اللي بتعمليه ده غلط. إيه بشوية. لازم تتناقشوا مع بعض. اكتسبي خبرة من ورا ماتش زي ده حتى لو متأكدة من الإجابة. على مهلك. 10 البصمة، فالنسيا 30، وفالنسيا تاريخ والسؤال. من هو أول طيار ألماني مقاتل يحقق أكثر من 100 انتصار جوي مؤكد في التاريخ؟ السؤال ده صعب وأنا عارف إن إجابته مش موجودة. انضم لسلاح الطيران 1934 وكان عمره 21 سنة. شارك في الحرب الأهلية الإسبانية والحرب العالمية الثانية. اتوفى وعنده 28 سنة. لا هو سؤال صعب قوي. انا وبعدين يعني اتوفى في حادثة طيارة بسبب عاصفة رعدية. طبعا السؤال ده بص معلومة مهمة يعني برضو لما بنتكلم في انتصار جوي بالمنظر ده 100 وعنده 21 سنة فدي حاجة مش عادية مش هتتكرر. هنقول أي سياسة ألماني. هنقول أودولف ديلز. أحسن من مفيش. لا مفيش أحسن.
إجابة خاطئة. أيوة يا سلام، هعتزل على الهوى مباشرة لو عندك إجابة صح. لا طبعا. لا الحمد لله، أنا عايز أكمل الحقيقة. إجابتك تشارلز زيتنبرج. زي ما توقعنا طبعا، إجابة خاطئة. اسمه الأول على اسم لاعب كرة قدم ألماني بيلعب حاليا، فيرنر مولدرز، هانز مارسيل، إريش هارتمان، جوستاف وايت هيد. الوحيد اللي بيبدأ باسم لعيب فيرنر، فهقوله فيرنر مولدرز ده تقريبا. إجابة صحيحة، فيرنر مولدرز. طبعا نفس اللحظة الباوي، لا لا هو عنده خبرة مش هيستنى، هو بيفكر. هو كمان اللي الباوي عنده ميزة، ما عندوش الإجابات ولكن بيعرف يفكر. 40 فالنسيا، 10 البصمة. أدب والسؤال هو رسائل إلى شاعر شاب، هو كتاب لشاعر عالمي، فمن هو؟ شاعر نمساوي 12 1929، رسائل بيحكي فيها تجربته في الحياة وفي كتابة الشعر. Letter to a young poet. الشاعر ده قتلته وردة. قصة غريبة جدا، كان بيحب واحدة مصرية وجي يقطف لها وردة، الشوكة جرحته فقتلته. قصة غريبة جدا. ايه ده؟ ست المصرية برضو مرعبة. قادرة قتلتها على طول كده؟ تخيلي. لا حول ولا قوة الا بالله. يقال يعني يبقى ما نجيبش ورد بقى. فالنسيا. ما نجيبش ورد. احنا نخلينا في الأكل. خلينا في الأكل؟ هنجرب بقى. طب هناكل إيه طيب يا ندى؟ ما نبقى نشوف ساعتها. تاخدش منهم عقد نافع. أبدا. إجابتك؟ روبرت موزي. روبرت موزي. الباوي إجابة خاطئة. لا ولو كان صح. أعتقد ممكن تجاوبوا في الاختيارات، خلينا نشوف. 4 اختيارات: تشارل بودلير، راينر ماريا ريلكا، لورد بايرون، والت ووتمان. طبعا أحمد السيد واخد ريسك مش محسوب وما عنديش مشكلة. تشارل بودلير. طبعا إجابة خاطئة. ناقص 5 نقط. هو لحني عشان كنت ثانية وأقول راينر ماريا ريلكا. بص، ناقص 5 أحسن من زائد 10. البصمة 5، فالنسيا 40. فالنسيا أدب والسؤال هو من هو الكاتب المصري المعاصر مؤلف رواية دوار العالم؟ 2023 رواية فلسفية تنتمي إلى عالم الفانتازيا، عن شخص بيدور العالم كله جوه راسه. الكاتب ده حصل على جائزة الدولة التشجيعية في 2021. إجابتك؟ لا كده انا طلعت بره. محمد عصمت. محمد عصمت إجابة خاطئة، ما كسبش جائزة الدولة التشجيعية. في إجابة؟ ما فيش إجابة. هقول لكم معلومة بعد الاختيارات. 4 اختيارات زائد 10 أو ناقص 5: مصطفى زكري، أحمد مجدي همام، أحمد الصادق، شادي لويس، هدرة. أحمد الصادق. إجابة صحيحة، أحمد الصادق طبعا هي الإجابة الصحيحة. أحمد سيد غيرت النتيجة، 15 البصمة، 40 فالنسيا. البصمة، دوسوا على البازر. علوم والسؤال: الفلكنة هي عملية كيميائية تهدف إلى تحسين خواص المطاط عن طريق إضافة أحد العناصر، فما هو؟ فالكنايزيشن. تم اكتشاف العملية 1839، هدفها معالجة
المطاط الخام والصناعي علشان تكون مرنة أكتر وقوية. 20 نقطة. أحمد السيد إجابتك. نقول الكربون. كربون إجابة خاطئة. إسلام. السيليكون. السيليكون لا مش السيليكون. إجابة خاطئة. زائد 20 أو ناقص 10. الكبريت، المغنيسيوم، الحديد، النحاس. عدد الذري 16. كبريت. جدع. الكبريت. إجابة صحيحة. فالنسيا 60. البصمة 15. يا زهراء تأخرتي، حدش هيستناكي. آخر سؤال في الفقرة، فالنسيا علوم والسؤال هو حسناء الشناوي هي أول عربية وإفريقية تنضم للهيئة العالمية لتسمية النيازك، فما هي جنسيتها؟ انضمت من 2010 ل 2015. دكتوراه من جامعة، ايوه مش هقول لكم جامعة ايه، انا عمري ما سمعت علم النيازك في 2007. عمري ما سمعت عن شناوي غير مصري، فاقول مصرية. إجابة خاطئة. كنت سؤال في خدعة. هي دولة في شمال إفريقيا بس مش مصرية. ليبيا. ليبيا لا مش ليبيا. إجابة خاطئة. هقول معلومة هتجاوبوا صح. 4 اختيارات. تونسية، جزائرية، مغربية، موريتانية. دكتوراه من جامعة الحسن الثاني. محدش يتكلم. الحسن الثاني؟ ايوه. انا كده كده هي اجابه كانت من الاول، فقلت تونسيه. مغربيه. الحسن الثاني. الملك الحسن الثاني. هو لا ما الحسن. اسلام طبعا غلط. برضو ناقص 5 احسن من زائد 10. لا ده هو خطفها مني. من خطفها منكم كلكم. ايوه كنت هقول مغربيه. ما هي طبعا مغربيه. اجابه خاطئه. حسناء الشناوي مغربيه. النتيجه في نهايه الفقره، فالنسيا 55، البصمه 15. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانيه مع فقره المعرفه والعباقره. يبقى أصحابنا العباقرة جمعوا 70 نقطة في فقرة العلم في خزنة البنك الأهلي المصري الدعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. عباقرة الأصحاب الموسم الرابع ومباراة في المجموعة الثانية، وأفكركم بالنتيجة. فالنسيا 55، البصمة 15. البصمة تغييرين، مونيا وائل نزلت مكان جهاد محمود، وأحمد جمال نزل مكان أحمد السيد. أحمد جمال ازيك؟ ازيك يا مستر، ايه الأخبار؟ كله كويس؟ الحمد لله. ودعت البطولة للأسف. متضايق جدا بصراحة، إن أنا أول مرة يعني ما كنتش حابب أخرج من دور المجموعات، ف وكل مرة على 5 نقط وعشر نقط وحاجات صغيرة قوي، ف يعني معلش. ولكن برضو الفريق محتاج يكتسب خبرة، معاك ناس كتير بتشارك لأول مرة، ودي بتبقى صعبة قصاد ناس عندها خبرة. الهلباوي ما شاء الله ما فيش ماتش حضرته له يعني ما بيعرفش يخمن غلط. بالظبط. ما شاء الله. ازيك يا مونيا؟ ازي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله. شكلك مبسوط. اما النهارده اخر ماتش واخر مباراه، واحد جاي ينبسط يتعرف على ناس جديده قدام حضرتك، فدي حاجه حلوه قوي بجد. برافو عليك، بتفكري صح. ولكن المرة الجاية لما تيجي تشاركي أكيد هتبقى مستعدية أكتر. أكيد طبعاً. اتفقنا. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة 4 أسئلة. معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. من مكاننا، مونيا وبسمة، بسمة ومونيا.
محدش يتكلم معاهم من فضلكم. معلومات عامة. والسؤال هو، كان آرثر باروز أول من شغل منصب مدير البرامج بإحدى المحطات الإذاعية العالمية، فما هي؟ كان مشهور باسم العم آرثر. 14 نوفمبر 1922 هو اللي أذاع أول نشرة إخبارية على القناة دي. سي سي بي. إجابة خاطئة. مونيا. بي بي سي. أيوة أنا اتلخبطت والله. عارف يا بسمة. أنا اتلخبطت والله. بس أنا ما رضيتش حتى عقب إنك اتلخبطتي. لأن لو قلت اتلخبطتي أكني قلت الإجابة. ولكن مونيا طبعا عندك حق، هي طبعا البي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية. إجابة صحيحة. هاردلك يا بسمة. 25 البصمة، 55 فالنسيا. أحمد جمال والهلباوي، الهلباوي وجمال. رياضة. والسؤال هو، من اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم للأندية لكرة اليد رجال حتى عام 2023؟ استعجل جدا. ميكيل هانسن. لا، ده مصري. تخيل بقى، شفت؟ إجابة خاطئة. مصري. لا أنا فاكر، كان تقريبا كأس عام 2011 أحمد الأحمر. بقول كأس العالم للأندية. صح. الهلباوي. 2019. إجابة خاطئة. في بطولة سوبر جلوب 2022 كانت في السعودية، سجل 16 هدف مع نادي إيه؟ الخليج. الخليج السعودي ضد الترجي التونسي. مين بقى؟ حسن وليد قداح. حسن قداح فعلا. حسن وليد. هاد لك هلباو. عشان كده أصبر. أنا جايب بالي كأس العالم للمنتخبات. بص أنتوا مستعجلين، لو صبرتوا هتجاوبوا صح. خسارة، يعني 10 نقط خسارة. السؤال الثالث، زهراء وندى، ندى وزهراء. تكنولوجيا. والسؤال هو، تم تصنيع وبيع سيارة نورمان تيمبس أول مرة بإحدى الدول، فما هي؟ اتباعت في مزاد في 2002 ب $17,600. صممها مهندس ميكانيكا في الأربعينيات واستوحى شكلها من سيارات السباق. أمريكا. سرعتها بتوصل ل 190 كيلومتر في الساعة أو أكتر، حاجة بسيطة. أمريكا. أمريكا. يا زهراء، إجابة صحيحة. الولايات المتحدة الأمريكية. بصوا عربية شكلها غريب إزاي، شكلها حلو الحقيقة. البصمة 35، فالنسيا 55. آخر سؤال، واحد لواحد، عدنان وإسلام، إسلام وعدنان. قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل المسألة الآتية، 14 في 16 زائد 399 في 2 يساوي كام؟ 14 في 16 زائد 399 في 2 كم يا اسلام؟ 922. لا خسارة. إجابة خاطئة. خسارة جدا. عدنان. 832. إجابة خاطئة. انت قلت كم يا اسلام؟ 1022. ايوه بالظبط كده. شفتوا؟ شفتوا بقى، عايز اقول لكم حاجة، الفرقتين ودعتوا البطولة بسبب الاستعجال. هذه الحقيقة، لأن كل الإجابات الصح اللي انتوا خسرتوها كانت هتفرق معاكم. أيوة في النقاط. أيوة. خسارة جدا. النتيجة في نهاية الفقرة، 55 فالنسيا، 35 البصمة. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون، أربع أسئلة، سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. أسئلتنا تعتمد على السرعة. سينما ومسرح. والسؤال هو، فنانة قامت بدور فوزية في مسلسل بنت اسمها زيت. فوزية. انتصار.
انتصار إجابة صحيحة. صح أيوه. هي انتصار فعلا بطولة نيلي كريم، باسم سمرة وأحمد كمان. والحقيقة انتصار في الفترة الأخيرة أعمالها بقت عظيمة، بقت متألقة. يعني في مسلسل الأخراني في رمضان اللي فات أعلى نسبة مشاهدة، هي والأستاذ محمد محمود عملوا حتة دويتو يتدرس. أنا بقى عندي حالة ذهول من أدائهم مع بعض كمان. يعني الأستاذ محمد محمود أنا فاكر إن أنا كلمته وباركت له وقلت له أنا في لحظات وأنا بتفرج على المسلسل كنت خايف عليك، لأن أنا حاسس إن أنت فعلا الأب وإنك قد كده تعبان من اللي بيحصل. فكان يعني بيجسد شخصية الأب بطريقة عظيمة. الحقيقة أنا عايز أحييهم هما الاثنين على أدائهم المشرف العظيم في المسلسل. برافو عليك يا ندى. 65 فالنسيا، 35 البصمة. السؤال اللي جاي أغاني وموسيقى، والسؤال هو من هي أول مطربة لبنانية غنت خدني معك على ضرب بعيدة؟ وصدرت في السبعينيات. فيروز؟ لا مش فيروز، إجابة خاطئة. كلمات وألحان روميو لحود، مغنية راحلة. مين؟ صباح. صباح وفيروز الاثنين إجابة خاطئة. سلوى مين؟ سلوى القطريب، لما تشوفوا صورتها هتعرفوها. تمام. السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو يوجد نصب أمريكا اللاتينية تسكاري بإحدى المدن البرازيلية، فما هي؟ ريو دي جانيرو. كنت أقول لك ولا ريو دي جانيرو ولا برازيليا، أول حاجة كنت أقولها. إسلام إجابة خاطئة. تم افتتاحه 1989 من تصميم مهندس برازيلي أوسكار نيماير. ساو باولو. ساو باولو، برافو عليك، إجابة صحيحة. على مساحة 85 ألف متر مربع، 10 نقاط، 45 البصمة، 65 فالنسيا. السؤال اللي جاي ناقشوا مع بعض، خدوا وقتكم. سرعة البديهة، والسؤال هو وفقاً للأبجدية الإنجليزية، كم عدد الدول الإفريقية التي يتكون اسمها من 4 حروف فقط؟ 4 حروف بس. 10 ثواني. أحمد جمال. تشاد. واحدة بس. تشاد إجابة خاطئة. أنا قلت لكم تناقشوا مع بعض، هما تناقشوا وانت هتجاوبي. رائع جدا. إجابتك 2. هما إيه؟ أنا خمنتها الصراحة. طب يعني ما عندكيش إجابة؟ تشاد وتوجو بس؟ معقولة؟ بتخميني ليه؟ انا وصلت شادو توجو، فانا دايما بحط واحد زياده. هو هو قال واحده طلعت غلط، قلت انا اقول 2. يا سلام. شاد وتوجو وايه بقى ومين ومالي؟ عشان كده دايما بحط واحده زياده، دايما بعمل حساب ان انا ناسي واحده. شفتي عنده خبره ازاي؟ والله كل مره بعيد. اجابه خاطئه. زود واحده. خساره والله بجد. طبعا هما 3، شاد وتوجو ومالي. النتيجة في نهاية الفقرة 65 فالنسيا، 45 البصمة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 110 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري الداعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
المجموعة الثانية وآخر مباراة الجولة الثالثة، وأفكركم بالنتيجة. فالنسيا متقدمين 65، البصمة 45. والبصمة عندنا تغيير، أحمد السيد رجع مكان أحمد جمال. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. إسلام أيمن تفضل تسمع أغنية وترجع لنا تاني. أحمد السيد تعالى مكان. كم سؤال؟ 10. بس عايز الإجابات بصوت واضح علشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. اتفقنا؟ تمام. عايزين نشوف إسلام تمام. تمام. تحت الضغط كاونتر. في أي من دول غرب إفريقيا تقع مدينة كوماسي؟ نيجيريا. غلط. من قام بدور سلوى في فيلم أمير البحار؟ باز. ما هو خمس العدد 400؟ 880. صح. من هو الخليفة صاحب أطول فترة حكم خلال العصر الفاطمي؟ باز. زمن الخيول البيضاء هي رواية الأديب عربي، فمن هو؟ إكرام نصر الله. صح. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر الفوسفور؟ 9. غلط. من هو ملحن أغنية صفيني مرة؟ باز. إلى أي دولة اسكندنافية تتبع جزيرة أولاند؟ اسكتلندا. غلط. ما الوزارة التي تولاها أحمد رشدي عام 1984؟ ثقافة. غلط. أحمد رشدي وزارة الداخلية. ده كان وزير مهم جدا. هو الضابط القبض على رفعة الجمال قبل ما يبقى رأفت لجان. يعني بص، يعني ده سؤال كان سهل. ستريس. ستريس. طيب سليم، عايزين إسلام ينضم لينا. كم إجابة صح؟ 3. إجابتين صح من 9. إسلام عايز تعرف حصل إيه ولا لأ؟ لأ. طيب الأسئلة مش صعبة، خد نفسك. أوكي. تمام؟ تحت الضغط كاونتر. في أي من دول غرب إفريقيا تقع مدينة كوماسي؟ نيجيريا. غلط. من قام بدور سلوى في فيلم أمير البحار؟ شير عادل. صح. ما هو خمس العدد 400؟ 80. صح. من هو الخليفة صاحب أطول فترة حكم خلال العصر الفاطمي؟ المعز لدين الله الفاطمي. غلط. زمن الخيول البيضاء هي رواية الأديب عربي، فمن هو؟ باص. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر الفوسفور؟ بي. صح. من هو ملحن أغنية صفيني مرة؟ بليغ حمدي. غلط. إلى أي دولة اسكندنافية تتبع جزيرة أولاند؟ النرويج. غلط. ما هي الوزارة التي تولاها أحمد رشدي عام 1984؟ المالية. غلط. من هو اللاعب الذي سجل هدف فوز مصر على إيطاليا في كأس العالم؟ حمص. برافو عليك. طيب. في الثانية الأخيرة 4 إجابات صح من 10، وأحمد السيد إجابتين صح من 9. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. كوماسي غانا. ماتش 6-1 كان في كوماسي. كوماسي غانا. صح. غانا. أنتوا الاثنين بتقولوا نيجيريا. كوماسي طبعا غانا. من هو الخليفة صاحب أطول فترة حكم خلال العصر الفاطمي؟ مستنصر. مستنصر. المستنصر بالله. من هو ملحن أغنية صافيني مرة؟ محمد الموجي. جزيرة أولاند في السويد، وطبعا الوزير أحمد رشدي كان وزير الداخلية، وكان الحقيقة ليه دور مهم جدا في مكافحة المخدرات. أنا فاكر في جملة قالها، فاكرها من وانا صغير، كان دايما يقول لو لقيته حد بيشرب مخدرات يبقى أنا اللي مدخلها البلد. للدرجة دي كان مصمم على محاربة المخدرات في مصر. الله يرحمه، كان راجل محترم. كلنا نحيي إسلام وأحمد. أحمد وإسلام تفضل. النتيجة اتغيرت. أحمد سيد كنتوا كام؟ 45 وإجابتين صح. 55. إسلام أيمن 4 إجابات صح و10 نقط هدية، بقيتوا 95. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة الفريق واحد بس. فريق البصمة 55 و25. 80. ترجعوا تاني في المباراة. فالنسيا 95 و25 120. طبعا تسهلوا المأمورية على نفسكم قبل آخر فقرة.
أول اتنين من مكاننا مونيا وندى، ندى ومونيا. السؤال الأول، فنون فنان راحل قام بدور محروس في فيلم توت توت، فمن هو؟ بطولة نبيل عبيد، وائل نور، محمد توفيق. فنان كوميدي راحل مين؟ عبد المنعم مدبولي؟ لا لا، إجابة خاطئة. مين بقى؟ هي أنا شفت الفيلم بس يعني مش فاكراه، تقريبا كان يونس شلبي. يونس شلبي كان معاه في العيال كبرت. يبقى مين بقى؟ سعيد صالح. مونيا إجابة خاطئة. السؤال الثاني، أحمد السيد وأحمد الهلباوي، الهلباوي والسيد. السؤال الثاني، أدب، أديب مصري راحل مؤلف كتاب نبش الغراب في واحة العربي، فمن هو؟ من أشهر رواياته التاريخ السري. التاريخ السري اللي مش فاكر انه عملني كده، محمد مستجاب. الباوي الهدف الأول. الكتاب ده من 3 أجزاء بيوضح فيها علاقته بالعالم من حوله، هدف بلا مقابل. زهراء خلي بالك، لو بس ما جاوبت صح 25 نقطة واتحسمت ضربات الجزاء. السؤال الثالث، معلومات عامة. ضرب زلزال إيجيو إحدى دول البحر المتوسط عام 1995، فما هي؟ بلغت قوته حوالي 6.5 على مقياس درجة العزم. قبرص. قبرص إجابة خاطئة. أضرار مالية أكتر من 500 مليون دولار. المغرب. المغرب يا زهراء إجابة خاطئة. اتوفى 26 شخص واتصاب أكتر من 200 في اليونان. عدنان فرصة واحدة هي التعادل. إسلام فرصتين. عدنان يجاوب غلط أو أنت تجاوب صح. السؤال الرابع، جغرافيا. في أي من دول أمريكا الشمالية تقع بحيرة بروستر؟ المكسيك. المكسيك إجابة خاطئة. مشهورة بصيد سمك السلم. كندا. كندا الهدف الأول. مساحتها حوالي 5 كيلومتر مربع في بريتش كولومبيا. طبعاً في الحالة دي هنلعب على الهدف الذهبي، سؤال ب25 نقطة هي كنت 8، والسؤال هيبقى قدرات ذهنية. الهدف الذهبي، حل المسألة الآتية، 439 زائد 942 ناقص 240 يساوي كام؟ عدنان. 1141. الهدف الذهبي. النتيجة اتغيرت 25 نقطة للبصمة، البصمة 80-95 فالنسيا. الفرقتين ودع البطولة، الفرقتين اكتسبوا خبرة من وراء مشاركتهم في الموسم ده. كنت مستعد كويس لتحت الضغط، بس التوتر كان ليه دور كبير لأن أنا ضايع أسئلة كتير سهلة مني، فإن شاء الله نقدر نرجع في عجلة الحظ. طبعاً بعد ما خطفت هدف في ضربات الجزاء كنا قريبين إن احنا نحسمها، بس الحمد لله يعني خطف مننا الهدف الذهبي، بس مش مهم يعني، إن شاء الله نقدر نعوض في عجلة الحظ. طبعاً المباراة مش هتفرق غير معنوية، إن فريق يرجع ب3 نقاط وإن فريق يودع البطولة بدون نقاط. هنشوف عجلة الحظ هيبقى رأيها إيه، مين هيبقى صاحب المركز الثالث ومين صاحب المركز الرابع. نروح نشوف النتيجة. قربت والبصمة عرفتوا ترجعوا تاني في المباراة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة.
وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 65 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 175 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري الدعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. الموسم الرابع عبقرة الأصحاب ومباراة في المجموعة الثانية، وحفكركم بالنتيجة. فالنسيا متقدمين 95، البصمة رجعوا تاني في المباراة 80. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيكسب الثلاث نقاط، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. أول سؤال جهاد، تفضلي يا جهاد. السؤال الأول جهاد، هنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا جهاد. تاريخ، سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. تاريخ، والسؤال هو في أي دولة عربية حدثت الإبادة الجماعية لقبيلة إسحاق؟ ابتدت من 1987 لحد 1988. كانت نتيجة الإبادة إن حصل أكبر مخيم للاجئين في العالم في الوقت ده. إجابتك؟ لبنان؟ لا، إجابة خاطئة. أخذ إجابة هلباوي؟ خاطر، قول الصومال. الصومال؟ إجابة صحيحة. الباوي بتفكر، برافو عليك. 115 فالنسيا، 80 البصمة. السؤال الثاني عاطف، وهنشوف موضوع السؤال إيه. طبعا عاطف ابن اسنا الأقصر. أدب، سؤال في الأدب. تمام، أدب، والسؤال هو أديب موريتاني مؤلف رواية البراني، فمن هو؟ الرواية دي بتطرح سؤال مهم جدا. ماذا لو سيطرت الروبوتات على البشر؟ اتنشرت في 2021 وحصلت على جائزة شنقيط للآداب والفنون. الشيخ أحمد البان. البصمة عندكم إجابة تانية؟ لو غلط. ما لو صح خلاص، مش هنا في إجابة تانية. أحمد الباوي، إجابة خاطئة. مين بقى؟ هو أحمد فعلا. أحمد مين؟ ولد ابنه. هو أحمد ولد فعلا، مش ولد ابنه. أحمد ولد اسلم. هارد لك يا احمد يا سيد، انت اتلخبطت في الاسم. كاتب موريتاني مهم جدا، اجابه خاطئه. السؤال الثالث احمد جمال، اتفضل يا احمد. احمد جمال، والسؤال الثالث، وهنشوف موضوع السؤال ايه. معلومات عامه. شكرا يا احمد، ارجع مكانك. أحمد، ما فيهاش حاجة إنك تطلب من الناس تساعدك، ما تخليناش نقلق عليك، أنت جريء جدا، من فضلك خلينا نساعدك، ما تبوظش أعصابنا، إحنا بنخاف عليك. سؤال في المعلومات العامة بـ30 نقطة لفريق البصمة. طبعا لو سؤال طار من البصمة وفالنسيا جاوبت اتحسمت المباراة. معلومات عامة، والسؤال هو تياترو سان كارلو من أقدم مباني الأوبرا في العالم، ففي أي مدينة إيطالية يوجد؟ تم افتتاحها سنة 1737، بيقام فيها حفلات عالمية.
يحضرها ملوك ورؤساء الدول ومش في ميلانو. ريحتك. فالنسيا؟ في الجنوب الإيطالي. فالنسيا؟ فالنسيا في إسبانيا. إجابة خاطئة. هو مدينة إيطالية يا أحمد في الجنوب الإيطالي. تقول لي فالنسيا؟ والله أنا بحب المدينة دي وهي عاصمة الجنوب الإيطالي، فقول نابولي. نابولي بـ30 نقطة. إجابة صحيحة. أشهر مدن في الجنوب الإيطالي. برافو عليك يا هلباوي. أنا مشجع لنادي نابولي. برافو عليك. طبعا فريق نابولي ده فريق غلس، ما تقلش عليه غير كده، ده فريق صعب. 145 فالنسيا، ألف مبروك الثلاث نقاط. البصمة 80، هارد لك. نحيي كلنا فريق بصمة. السؤال الرابع، أحمد شعبان. اتفضل يا أحمد. ابن محافظة الأقصر، طبعا من أبطال الموسم الـ13 مدرسة إسنا. بس خلاص أحمد دلوقتي في جامعة النيل. سؤال في المعلومات العامة، سؤال بـ30 نقطة، دوس على البازر. معلومات عامة والسؤال هو، معلومات عامة، في أي متحف تم حفظ الظلال النووية الناتجة من القصف النووي على اليابان عام 1945؟ متحف إيه؟ بعد انفجار القنبلتين النوويتين اتحولت منطقة الانفجار للون الأبيض، وفضلت ظلال الناس موجودة في منطقة الانفجار، وبعد كده المتحف ده قدر يجمع الظلال ويحطها في المتحف عشان يوثق الواقع اللي حصل. متحف ايه؟ هقول قبة السلام، لان انا عارف ان هي كانت نقطة مركز القنبلة، فمش عارف بعد كده عمل فيها، فجاز عملها متحف. لا، الباوي اجابة خاطئة. متحف ايه؟ طوكيو. انت اخترت المدينة اللي ما وقعش فيها قنبلة بالعقل كده. ناجازاكي. هيروشيما. ايوه، كنت عايز اقول هيروشيما بس قلت كده. المدينة انا قلت للباوي هيجيبها صح، هيفكر ويجيبها. ما انا في المدينة، ما قبة السلام اللي هو في المدينة. عدنان طبعا اجابة خاطئة. متحف هيروشيما التذكاري للسلام. النتيجة في نهاية المباراة 145 فالنسيا، 80 البصمة. فالنسيا ألف مبروك الثلاث نقاط، برافو عليكم. لو كان الحظ حالفكم شوية، أنا كنت قلت كوابتا بدل أكوابتا، كان زماننا صعدنا، كان زمانكم دلوقتي في دور الثمانية. ولكن كويس إن أنت معاك مجموعة جديدة، جيل جديد، دي الحقيقة أكيد إضافة لي. وطبعا أفضل لاعب في ماتش النهاردة بدون نزاع أحمد الهلباوي بـ90 نقطة، برافو عليكم. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة في حلقة النهاردة 225 نقطة، ويبقى مجموع النقط من أول حلقة لحد دلوقتي 5500 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كان معانا النهاردة جمهور من 3 مدارس، مدرسة فريش الدولية العاشر من رمضان الشرقية، مرحب بيكو. مدرسة الشهيد محمد عبدو حسن الثانوية المشتركة الجيزة، رحب بيكم. ومدرسة العبور الرسمية للغات بالقاهرة، برحب. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.